بسبب توقعات الطقس السيء. مجلس الوزراء يقرر أن يكون اليوم الخميس إجازة للعاملين بمصر. In the past two weeks, the number of cases of COVID-19. تدرس أدهنوم يقول إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي. مقتل جنديين أمريكي وبريطاني إثر قصف صاروخي على قاعدة عسكرية شمال العاصمة العراقية بغداد. أخبار سابعة، فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار. أهلا بكم. نبدأ من القاهرة التي أعرب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعرب عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد بإيطاليا. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى بروكسل في مستهل جولة أوروبية تشمل كل من بلجيكا وفرنسا. ويبحث وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته لبروكسل مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. ويعقد أيضا الوزير سامح شكري في باريس مشاورات ثنائية مع كبار المسؤولين الفرنسيين حول آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية إلى الأمام. القاهرة، قرر مجلس الوزراء منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام اليوم الخميس إجازة رسمية نظرا لظروف الطقس السيء. طوارئ واستعدادات في صفوف أجهزة الدولة لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بهطول أمطار غزيرة على أنحاء الجمهورية تصل إلى حد السيول في مناطق مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء. وجود منخفض جوي متعمق بشكل كبير في سطح الأرض وفي طبقات الجو العليا بيجلب رياح نشطة بشكل كبير تصل إلى 60-70 كيلومتر في الساعة على محافظات شمال البلاد، حتى محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد كمان. طبعا الأجواء دي غير مستقرة تماما، كميات سحب كبيرة جدا، قاعدة السحابة قريبة جدا من سطح الأرض، هيكون في كميات كبيرة من الأمطار، في هطول شديد للأمطار على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، متوقع كميات كبيرة من الأمطار، فنرجو السلامة بإذن الله. كميات الأمطار دي هتصل لحد السيول بالفعل على مناطق متفرقة، سواء كان في مدن القناة، المدن المطلة على خليج السويس، سيناء، محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا محافظات من شمال وجنوب الصعيد. عدد من الوزراء أكدوا في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الجهوزية التامة بالأطقم البشرية والمعدات لمواجهة تجمعات الأمطار في أي مكان بمحافظات الجمهورية. في الحقيقة في وزارة الموارد المائية والري احنا خدنا احتياطات كتيرة قوي، قللنا التصرفات من بحيرة ناصر بحيث ان هي بنفضي مجرى نهر النيل، بنفضي الترع، بنفضي المصارف، بنوطي مناسيب البحيرات بحيث ان احنا ما يكون في كميات امطار نستوعبها في السدود اللي احنا عملناها خلال الاربع سنين اللي فاتوا حوالي 200 سد. احنا ما عندناش في الحالة الطبيعية معدلات تساقط امطار ولا ربع اللي احنا هنتوقعه ولا خمس اللي احنا هنتوقعه في الفترة الحالية، وبالتالي قد يستلزم ذلك قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بتخفيض الضغوط في بعض المناطق، واذا استلزم الامر قطع المياه في بعض المناطق حتى يتم تفريغ الشبكة لاستيعاب الامطار هيتم التنويه على ده قبله فترة لازمة من خلال الوسائل المتبعة. في خطة طوارئ متبعة لأن ضمان الإقلاع والهبوط من المطارات لازم يكون بيتم بمراعاة الحد الأدنى للرؤية والحد الأقصى لسرعة الرياح واتجاهها على المطارات والحد الأقصى لكمية الأمطار المتساقطة على مطارات الجمهورية.
وتحسبا لهذه الظروف الجوية، قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح أجازة الخميس للمدارس والجامعات والعاملين بالدولة وموظفي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، حفاظا على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة الطارئة. تنسيق وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية واستعدادات حكومية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة على محافظات الجمهورية كافة. من مقر مجلس الوزراء، هشام حامد، النيل. في القاهرة أيضا شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لمجلس الوزراء تم فيه استعراض إجراءات مواجهة فيروس كورونا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع كل من ينشر أخبارا أو بيانات كاذبة أو شائعات تستهدف النيل من مصلحة الدولة المصرية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد. قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو أنفاق القاهرة الكبرى إن عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات للخطوط الثلاثة سوف تتواصل ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. أصبح مشهدا معتادا في ظل مكافحة فيروس كورونا ضمن إجراءات وقائية اتخذتها شركة مترو الأنفاق تشمل استمرار عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ التذاكر وغيرها. تطهير جميع المحطات وجميع القطارات، وده في فريق عمل موجود بيطهر كل المحطات كل القطارات بمواد معتمدة من وزارة الصحة أيضا للقضاء على هذه على هذا الفيروس. أيضا في قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات في الأماكن والميادين اللي هو القرار اللي صدر، بناء عليه ان احنا كشركة مترو الأنفاق بندفع بقطارات إضافية. في ظل ارتياد الملايين لمترو الأنفاق عدت الشركة منشورات للتوعية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب الإذاعة الداخلية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية، بالإضافة إلى الإجراءات نفسها مع العاملين. إذاعة داخلية على طول الخط الأولاني وكذلك الخط الثاني والثالث شغالة بصفة مستمرة لتوعية جمهور الركاب، وبالأمس قمنا بتوزيع كمامات على جميع الركاب مع إرشادهم مع ملصقات وإعلانات موجودة على جدران المحطات أصلا وداخل القطارات لتوعيتهم والإجابة عن أي استفسار في أي وقت. الناس هي حضرتك شايف لابسين الكمامات وبنتعامل بحرص يعني مع الناس، وفي الرش بيترش وفي النظافة وكل حاجة تمام، يعني نحاول بقدر الإمكان برضو نحمي التصرف بتاعنا ونحمي الناس اللي موجودة. المواطن من جانبه يساهم في فعالية نجاح حملة مكافحة الفيروس من خلال التزامه بارتداء الكمامة بمناطق الازدحام لضمان نجاح خطة الدولة في مكافحة فيروس كورونا. إجراءات احترازية لمرفق مترو الأنفاق لمكافحة فيروس كورونا والذي يتردد عليه ملايين المواطنين، إجراءات احترازية ولو كانت كبيرة فإنها تحتاج إلى ثقافة مواطن لإظهار نتائجها على أرض الواقع. رمضان المطعني، النيل. في سياق متصل اتخذت وزارة التربية والتعليم الفني عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. تابعت الوزارة التربية والتعليم لتعليمات الوزارة بشأن اتخاذ كافة التدابير والاشتراطات الوقائية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد. نموذج فعلي قام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي وهي إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. التهوية اليومية زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه تهوية بالنسبة للطلاب، بحيث ان يعني الفريش اير ده طبعا بيمنع اي انتشار العدوى. النظافة الصحية في التويلتس والكوريدورز وتعليق المطبوعات الطبية أو الإرشادية اللي بتساعد على تجنب انتشار العدوى. النظافة الشخصية بالنسبة للأولاد كمان قبل الأكل وبعد الأكل، وتنظيف الأسطح بمواد منظفة بحيث ان احنا نحافظ على أولادنا وصحتهم. المتابعة الدورية وهو داخلين اللاين الصبح احنا بنعمل تشيك انا والدكتور بالتبادل مع بعض على اللاين وعلى الفصول. خطوات مواجهة الفيروس تمثلت في التطهير الكامل
الكاملي والشامل للمدرسة والفصول ودورات المياه، ومتابعة عمل العيادات الطبية بالمدرسة بكامل طاقتها وكفاءتها واحتوائها على كافة الأدوية المطلوبة حال وجود أي شكوى مرضية. بداية العيادة مجهزة بجميع الأدوية اللي بيحتاجها الأطفال في حالات الطوارئ، وطبعا جهزنا غرفة للعزل موجودة في المدرسة في دور تاني مختلف عن الدور اللي احنا فيه دوت، ومنفصلة تماما بكل متعلقاتها عن عيادة المدرسة. وعندنا هنا طبعا الأدوية المستخدمة، وطبعا مقياس الحرارة، الترمومترات موجودة، الفيس ماسك موجود عشان لو في حاجة احتاجت، وإن كان الحمد لله الأمور يعني تحت السيطرة حتى الآن. مأكدين جدا على أهمية غسيل الايدين قبل الاكل، لازم تغسل ايديك، لازم تتاكد ان سطح المكتب بتاعك نظيف، بنستخدموا الوايبس بينظفوا التيبل قبل ما يبتدوا ياكلوا، بعد كده يروحوا يغسلوا ايديهم. اجراء يومي تقوم به المدرسات لتوعيه التلاميذ بطرق الوقايه. نموذج فعلي يعكس مدى التزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعد رسالة طمأنة للمواطنين. ولاء الحديني، النيل. في مدينة جنيف قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، قال إن فيروس كورونا المستجد يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي. In the past two weeks, the number of cases of COVID-19. خلال الأسبوعين الماضيين تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا 13 مرة، وعدد الدول التي وصل إليها الفيروس 3 مرات. فالآن لدينا أكثر من 118 ألف إصابة في 114 دولة، وفقد 4291 شخصا أرواحهم. وبناء على ذلك قدرنا أن فيروس كورونا COVID-19 يمكن اعتباره وباء. أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعاطفها مع الشعب الإيطالي الذي يواجه تصاعدا في عدد المصابين فيه بفيروس كورونا المستجد. التقارير الواردة من هناك وشهادات الأطباء والمسعفين الذين يعملون بأقصى جهد مؤلمة للغاية بالنسبة لنا، ونفكر أيضا بتعاطف بالغ مع الشعب والقيادة السياسية في إيطاليا، ونتمنى لهم من القلب أن تحقق الإجراءات التي اختاروها لبلادهم تغييرا للأفضل. وقالت ميركل إن ألمانيا لا تفضل إغلاق الحدود لمواجهة فيروس كورونا المستجد. نحن في ألمانيا نرى أن إغلاق الحدود ليس الحل السليم للتحديات. إذا قلتم إننا قادمون من منطقة تصنف كمنطقة أزمة، فينبغي اتخاذ إجراءات مثل تلك. المرء لن يذهب إلى حدث يجتمع فيه 955 شخصا، بل سيبقى في المنزل. في العاصمة الإيطالية روما، أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إغلاق كل متاجر بلاده باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. سجلت إيطاليا نحو 60% من مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خارج الأراضي الصينية التي انطلق منها هذا الفيروس. منذ أن حل ضيفا ثقيلا على إيطاليا قبل أقل من شهر، أصبحت البلاد أكبر بؤرة لفيروس كورونا في أوروبا بأكملها، وثاني بلد تكبدا لخسائر في الأرواح في العالم بعد الصين. ولمواجهة تداعيات الفيروس فرضت البلاد أكبر حجر صحي من نوعه على مستوى العالم، حيث شمل الحجر 15 مليون فرد في شمالي البلاد، خاصة إقليم لومباردي الذي يضم العاصمة المالية ميلانو. طلبنا من الحكومة إدراج الفنادق والمراكز الاقتصادية والمحال التجارية على قائمة الأماكن التي يجب أن تغلق، فيما عدا المحال التي تقدم خدمات ضرورية للناس والصيدليات والمطاعم.
كما نطالب بتعليق عمل المحاكم. ولم تكن روما أفضل حالا من لومباردي، ففي قلب العاصمة الإيطالية تفرض السلطات قيودا صارمة على حركة الناس أشبه بحظر تيجوال، فبمقتضى هذه الإجراءات لا يستطيع أي شخص التحرك دون تصريح خاص. تخضع تحركات الناس لحدود نقوم بتطبيقها، نفحص ما إذا كان لدى كل من السائق والراكب تصريحات بالانتقال ونجمع بياناتهم الشخصية للتحقق من صحة التصاريح الموجودة بحوزتهم. الأسباب التي يمكن للأشخاص أن يتحركوا بمقتضاها هي تلك المتعلقة بالصحة أو العودة للمنزل. ولمواجهة تداعيات إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، خصصت الحكومة 25 مليار يورو لحماية اقتصاد البلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سوف توقف السفر من وإلى أوروبا لمدة 30 يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا. بعد مشاورات مع المتخصصين بمجال الصحة بالإدارة الأمريكية، قررت اتخاذ إجراءات قوية ولكنها ضرورية لحماية الصحة ورفاهية كل الشعب الأمريكي، لمنع وجود حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا. لقد قررت تعليق كافة الرحلات من أوروبا للولايات المتحدة لمدة 30 يوما. هذا القرار سوف يسري اعتبارا من منتصف الجمعة. هذا القرار يستثني الأمريكيين الذين يخضعون للفحوصات والأعمال التجارية الكبرى. هذا أقوى وأشمل مسعى لمواجهة فيروس قادم من الخارج في العصر الحديث. قال مي فانغ الناطق باسم اللجنة الصحية الوطنية في الصين إن إجراءات السيطرة على فيروس كورونا المستجد تسير بشكل جيد. على مدار الأيام الخمسة الماضية ظلت أعداد الحالات المؤكدة والمشتبه بها على مستوى البلاد في حدود العشرات. موقف التفشي بوجه عام منخفض، وإجراءات الوقاية والسيطرة تسير بشكل جيد، لكن لا تزال هناك أعداد كثيرة مؤكدة في مقاطعة هوبي. مهمة الوقاية والسيطرة لا تزال شاقة، كذلك التطور السريع لتفشي الفيروس في الخارج يصيبنا بحالة من عدم اليقين. في العاصمة السعودية الرياض، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة السعودية أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق. أعلن حسان دياب رئيس وزراء لبنان وقف كل الرحلات الجوية إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، وذلك في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا. نحن أخذنا الموضوع بجدية كاملة منذ البداية، وعم نعطي الأمور حجم الطبيعي على حسب كل مرحلة من المراحل، وبالتالي إذا وصلنا أو ما وصلنا لهالموضوع هذا قرار يعني منه انفرادي، ولو منا مهتمين بالموضوع ما كنت اجيت حكيت كلمة اليوم، يعني كنت تركتها للجنة. بالعكس في اهتمام مستمر بهذا الموضوع، ولكن ما بدنا يعني ندب الذعر يعني بين بالشعب اللبناني. نحن حابين ناخذ الإجراء المطلوب بالمعايير الدولية. قال كيانوش جيهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 63 شخصا خلال يوم واحد. للأسف على مدار الساعات 24 الماضية جرى إبلاغنا عن 63 حالة وفاة على الأقل بسبب الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد. بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس 354 مريضا في بلدنا منذ بداية تفشي المرض. في مدينة نيويورك طالب أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة طلب حكومات العالم بتحرك قوي لمواجهة فيروس كورونا. All of us face a common threat, the coronavirus, COVID-19.
جميعا نواجه تهديدا أصبح شائعا. الإعلان عن انتشار الوباء هو دعوة للتحرك موجهة للجميع في كل مكان. لا نزال قادرين على تغيير مسار هذه الكارثة، لكن ذلك يتطلب تحرك كل الحكومات وتعزيز جهودها فورا. ففي الوقت الذي نكافح فيه الفيروس لا يمكن أن نسمح بتفشي الخوف. علينا أن نبدي تضامنا مع الأكثر ضعفا من المسنين والمرضى ومن ليس لديهم رعاية صحية يعتمدون عليها ومن هم عند حافة الفقر. إلى التطورات في العراق، حيث لقي 18 عراقيا مصرعهم إثر ضربات جوية استهدفت مقرات الحشد الشعبي شرق سوريا، وذلك عقب مقتل جنديين أمريكي وبريطاني إثر قصف صاروخي على قاعدة عسكرية شمال العاصمة العراقية بغداد. هجوم يعد الأكثر دموية على الإطلاق ضد مصالح أمريكية في العراق منذ سنوات عدة. قتل فيه جنديان أمريكي وبريطاني ومتعاقد أمريكي، بالإضافة إلى إصابة آخرين في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاج العسكرية العراقية التي تأوي جنودا أمريكيين شمال بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكن واشنطن عادة ما تتهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بشأن هجمات مماثلة في إطار التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر. بعد الهجوم بساعات، أعلنت مصادر مقتل 18 مقاتلا على الأقل في صفوف قوات الحج الشعبية العراقية بغارات جوية في منطقة البوكمال غرب سوريا قرب الحدود مع العراق. المصادر قالت إن القصف نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال، والتي تتخذها الميليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها. الهجوم على قاعدة التاج الأمريكية هو 22 منذ نهاية أكتوبر ضد مصالح أمريكية في العراق بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية في بغداد. ويأتي هذا في الوقت الذي صادق فيه الكونغرس الأمريكي نهائيا على قرار يمنع رئيس دونالد ترامب من شن حرب ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونغرس، لكن من المؤكد أن ترامب سيستخدم حقه بنقض هذا القرار، ولن يكون باستطاعة المشرعين الديمقراطيين المتحالفين مع الجمهوريين المشككين بجدوى الحلول العسكرية إلغاء فيتو رئيس لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة. في العاصمة الروسية موسكو، وافق مجلس النواب الروسي على قانون تعديل الدستور في روسيا الذي يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق ترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024. قال التقارير الصحفية الروسية إن التعديلات الدستورية تهدف لتعزيز أسس النظام الدستوري في روسيا. في القاهرة، أعلنت وزارة الداخلية مواصلتها لحملاتها الأمنية الهادفة إلى فرض الأمن والأمان في سائر ربوع مصر. رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بمحافظة قنا، مستخدمين في ذلك سيارة ميكروباص أعدوا بداخلها مخزنا سريا لإخفاء المواد المخدرة بعيدا عن الرصد الأمني. لكن الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا نجحت في ضبط أحد عناصر التشكيل والسيارة وبحوزته 240 تربة لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه.
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية، والهارب من تنفيذ 20 حكما قضائيا عقب تقنين الإجراءات. تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه، مما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على بندقية آلية، عدد من الخزن، كمية من الطلقات النارية، مبلغ مالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولي النيابة العامة التحقيقات. اثنان من العناصر الإجرامية يقومان بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال الترانزيت بالبلاد الأجنبية والهروب إليها. نجحت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبطهما بالبحيرة وبحوزتهما نحو 591 ألف جنيه وبطاقات رقم قومية وإيصالات أمانة وجوازات سفر وتأشيرات وهاتفان محمول. كما تم ضبط أحد المهاجرين حال اتفاقه معهما على السفر بطريقة غير شرعية وهاتفين محمول. واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها لضبط المخالفات التموينية بما يحافظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث تمكنت وبالجيزة من ضبط أكثر من 4 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر داخل عبوات بدون بيانات بمصنع للصناعات الغذائية. كما نجحت في ضبط أكثر من 18 طن من أصناف العطار المتنوعة مجهولة المصدر بمخزن دون ترخيص بالإسكندرية. الإدارة استطاعت ضبط أكثر من 30 ألف قطعة أدوات كهربائية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر وعليها علامات تجارية وهمية بمصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بالقاهرة. كما نجحت في ضبط أكثر من 2 طن من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج الحلوى بالغربية. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. أخبار السابعة متواصلة معكم وفيها بعد قليل. ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري العام لكرة القدم، النادي الأهلي يتعادل مع سموحة بهدف لكل منهما.
وصلنا إلى المحطة الاقتصادية في هذه الفترة الإخبارية الشاملة، ونبدأ من القاهرة حيث وفق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها. جاء ذلك خلال اجتماع تناول أهم أهداف هذه الاستراتيجية، من بينها تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. في القاهرة أيضا، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تفعيل أطر الشراكة مع مختلف المنظمات العالمية على رأسها منظمة العمل الدولية، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشروعات التنموية التي تتبناها المنظمة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جامع مع وفد منظمة العمل الدولية، حيث تم استعراض البرامج الحالية التي تنفذها المنظمة في مصر وعدد من مشروعات التعاون المستقبلية بين المنظمة والحكومة المصرية. سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس، بينما تراجع الجنيه الاسترليني وسط ترقب لحركة الأسواق العالمية في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها على خلفية تزايد المخاوف من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ارتفعت العملة الأمريكية بمقدار قرش واحد بالبنك المركزي المصري ليسجل 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، كما تراجع الجنيه الاسترليني بشكل ملحوظ ليسجل 20 جنيها و9 قروش للشراء و20 جنيها و43 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب محليا مع ثبات سعر الأوقية عالميا لليوم الثاني على التوالي لتظل عند مستوى 1660 دولارا. بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا في السوق المصرية نحو 730 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب 5840 جنيها. في القاهرة، بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع الفريق ميكارينيي كلاود رئيس أركان الجيش الكاميروني سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية. تطور وتحديث في شتى منتجات الهيئة العربية للتصنيع، إحدى أهم قلاع الصناعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مما دفع رئيس أركان الجيش الكاميروني لزيارتها لبحث أفاق أرحب. والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بما يعزز العلاقات المصرية الكامورينية، حيث تم التباحث حول كيفية تعميق التصنيع المشترك خلال المرحلة المقبلة. استعرضنا الحقيقة حجم الانتاج، حجم المصانع اللي موجود في الهيئه، وتنوع المنتجات العسكريه، وايضا الفائض في الطاقه الانتاجيه اللي بيتم خدمه بيه القطاع المدني، واستعرضنا كل الامكانيات دي مع حضرته ومع الوفد المرافق. نستعرض في المعرض اللي احنا موجودين فيه حاليا المنتجات، احنا حاليا فيما يخص الجزء الخاص بصناعه الطائرات وعمله محركات الطائرات العسكريه، وفي اهتمام كبير من الوفد بالطائرات وعمرة الطائرات، وايضا في تأهيل الكوادر من الكاميرون. من جانبه، اشاد رئيس الاركان الكاميروني بالدور الريادي للهيئة العربية للتصنيع في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية بمصر والقارة الافريقية. نحرص على تعزيز الشراكة مع مصر باعتبارها دولة رائدة بالقارة الأفريقية، فمصر تشهد نهضة تنموية وخطوات غير مسبوقة للتحول الرقمي، والهيئة العربية للتصنيع لها بصمات واضحة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية بالقارة الأفريقية، ونتطلع لمشاركة الهيئة في مشروعات التنمية بالكاميرون، بخاصة في الصناعات الدفاعية والاتصالات والتكنولوجيا والتحول الرقمي ونظم المعلومات والطاقة المتجددة وترشيد المياه. صناعات دفاعية وعسكرية، عربات مدرعة، محطات تنقية لمياه الشرب وغيرها من المجالات التنموية، كلها بأيادي وسواعد أبناء الهيئة العربية للتصنيع التي رفعت بمنتجاتها شعار صنع في مصر ليضاهي مثيلاتها العالم. في
القاهرة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية. كما يتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على أنحاء كافة تصل إلى حد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وكذلك شمال وجنوب الصعيد. لم يمنع فيروس كورونا المستجد رواد شارع المتنبي في العاصمة العراقية بغداد من ارتياد الشارع الثقافي الأشهر بالعراق. البقاء في البيت ليس خيارا لعشاق الكتب بشارع المتنبي، حتى لو تطلب الأمر استخدام كمامة طبية. لذا فالحركة مستمرة داخل أشهر شوارع بغداد بالنسبة لباعة الكتب وعشاق القراءة. السلطات العراقية نصحت المواطنين بتفادي التجمعات العامة وأمرت بإغلاق المقاهي مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 67 حالة. يتحمل مسافرون قدموا من إيران المسؤولية عن معظمها. هو المرض خطير وفتاك، ولكن لا يغني ذلك أو لا يمنعنا من الجلوس في شارع المتنبي، لأن هي الفسحة الزمنية الساعة أو الساعتين اللي نجلس بيها هنا نشوف أصدقاء نقدر نتحاور وياهم بلغة الثقافة. ومع ذلك لا يزال بائعو الكتب في شارع المتنبي على ضفاف نهر دجلة يستقبلون زبائنهم القادمين لشراء كتب ومناقشة الوضع السياسي كما هو معتاد. قبل احنا كنا بس على الموجود، لان كنا حصار علينا وممنوع علينا الاستيراد وكذا، فالكتب كانت محدوده تداور، يشتريها يبيعها وذاك يبيعها بدر شنو نستنسخ من اسوال. فهسه لا، الكتب موجوده دار الكتب بالمعرض بغداد الدولي كل سنه تنفتح مرتين فتزيد. والغيت بالفعل بعض الاحداث الثقافيه، لكن الكتاب والموسيقيين والرسامين ما زالوا يتدفقون على المنطقة يوم الجمعة من كل أسبوع ويجتمعون قرب تمثال الشاعر المتنبي الذي يحمل الشارع الثقافي اسمه. الكتب السياسية إقبال قليل عليها. مو مثل قبل، قبل كان مثلا ماكو هذا الإعلام قوي، مثلا انترنت وساتلايت فياخذ معلومه من الكتاب السياسي، هسه الاخبار منتشره بسهوله يحصل معلومه سياسيه فما ياخذها من الكتاب. ويتلخص وضع بغداد في الساحه الادبيه العربيه في مقوله القاهره تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرا. في ختام اخبار السابعه هذه عناوين الاخبار. بسبب توقعات الطقس السيء مجلس الوزراء يقرر أن يكون اليوم الخميس إجازة للعاملين بمصر. In the past two weeks, the number of cases of COVID-19. تيدروس أدهنوم يقول إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي. مقتل جنديين أمريكي وبريطاني إثر قصف صاروخي على قاعدة عسكرية شمال بغداد. للمزيد من التفاصيل زور موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.